السلام علیکم سامعین، 15 ذی القعدہ اور 5 جون ہیں. آج کی خبروں کی شروعات مدرسہ مسیحیہ رفیق العلوم گڑھی عبداللہ خان کے استاد قاری شاہد رحیمی کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے. ساتھ ہی وہیں کے ایک طالب علم محمد امیر حمزہ کی تلاوت بھی پیش خدمت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصیق الذین کفروا يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا فبئس مثوى المتكبرين. وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحق.